ليس دور الدعاوى والقنوات الفضائية في رمضان، ولكن ما دورنا تجاه ما دخل بيوتنا الآن من قنوات وتلفزيونات و والله طبعا هذه المسألة، القنوات دخلت البيوت من غير استئذان، بل أصبحت هي عنوان الحضارة في بعض المجتمعات، ولا بد لكل إنسان دخل شيء بيته هو أن يحاول التحكم فيه بما استطاع، أن يحاول التحكم فيه بما استطاع بما استطاع. يعني ما لأن المسألة في الأخير أصبحت الآن في متناول يد الجميع، ما في زول يقدر يوقفها، لا حاكم يقدر يوقفها ولا شخص يقدر يوقفها ولا شيء. مثلا عدم مسؤولية البيوت، مسؤولية البيت الحكومة الداخلية، حكومة البيت، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن شنو؟ الرعية. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن شنو؟ الرعية. يعني الآن الحكاية انتقلت من مسؤولية الراعي الفوق، لأنه أصلا أنت بتليك ديش تركبه في أي حتة يلقط لك من فوق، ما هو عنده تحكم في الفوق دي أبدا، تلقط من فوق طوالي. فدي بعد ذاك بقت مسؤولية شنو؟ مسؤولية الأسر، الأسر واجبات الأسر إنها تسعى جاهدة في أنها تعالج مثل هذه الأمور، والله أعلم.